أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى غدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن أعلنت فصائل المقاومة الأربعاء أعلنت سلسلة عمليات تم تنفيذ بعضها بشكل مشترك، شملت كمائن وقنص لجنود واستهداف لآليات متوغلة في مخيم جباليا بشمال القطاع وشرق رفح جنوب، مما أسفر عن قتلى وجرحى من جنود الاحتلال. في غضون ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمنازل المواطنين في مخيم جباليا لليوم الرابع على التوالي، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر أسفرت عن 60 شهيدا و80 مصابا خلال 24 ساعة الأخيرة، مما رفع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 35,233 شهيدا و79,141 إصابة، بينما تتصاعد الخلافات والمواجهات الكلامية بين نتنياهو ووزير دفاعه جالانت بعدما قرر الأخير عقد مناقشات مع كبار قادة الجيش والعسكريين حول مسألة اليوم التالي للحرب في غزة والعملية في رفح من دون حضور نتنياهو. من جباليا إلى رفح، الاحتلال يكثف القصف والمقاومة تغيد المعركة للنقطة صفر. أيضا اليوم الموالي للحرب يؤجج الخلاف بين قادتها، هل ستسقط حكومة الاحتلال وخيرة تهجير التجمعات البدوية في الضفة الغربية نكبة جديدة يقودها المستوطنون؟ هذه أبرز محاور الليلة يشاركنا النقاش فيها الأستاذ جمال صوفيا المحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. نعم، ومن كاليفورنيا معنا البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بكم بروفيسور، مرحبا. مساء الخير وتحياتي للأستاذ جمال. أهلا. ومن القدس معنا الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، مرحبا بكم دكتور. أهلا. أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المشاهدين. أهلا. إذن أبدأ مباشرة معكم أستاذ جمال الصافي، كيف تعلقون على ما يحدث من جرائم وقصف على مخيم جباليا وأيضا على مدينة رفح في وقت تسجل فيه المقاومة أو فصائل المقاومة عمليات نوعية؟ نعم، هنا لابد أن نعود إلى النقطة الأولى، النقطة عندما تم التفاهمات هناك في القاهرة وتم الاتفاق على بعض البنود من أجل الهدنة، وهناك عندما قبلت حركة المقاومة الإسلامية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هنا جن جنون نتنياهو والحكومة وحكومة الحرب، لأنهم لم يكن يتوقعوا أن يتم ذلك. فبالتالي هنا نتنياهو أخذته شهوة الانتصار، وهو منذ مدة يريد ويهدد أن يجتاح مدينة رفح، ونتيجة التناقضات ربما الخارجية بعض الضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية كان يؤجل ذلك، مع أن حرب رفح كانت مفتوحة منذ شهرين، يعني ضربت كل ضواحي رفح وضربت كل النقاط الحساسة في رفح، لكن في هذه الفترة أراد أن يدخل إلى هناك إلى قلب رفح، ورأينا العملية الاستعراضية عندما ذهب إلى هناك إلى المعبر وأغلق المعبر ما بين مصر وما بين رفح. هذه التناقضات الكبيرة جاءت نتيجة عجز الحكومة الإسرائيلية، حكومة الحرب هنا نقول، وليس الحكومة السياسية، لأن حكومة الحرب مكونة من العسكريين ومن السياسيين في نفس الوقت، لم تستطيع أن تحقق أي هدف من أهداف الحرب من أجل أهداف لا رهائن عدو، لا القضاء على حماس. هم يقولون قتلنا 20,000 ولا 18,000 بس من جنود حماس أو من أفراد المقاومة الفلسطينية في غزة، أين هم؟ لا شيء. لكن يجب أن نعترف هنا أن هناك مقاومة شرسة باسلة من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هذا الشعب الذي رفض أن يرحل كما قلت، رفض التهجير إلى خارج قطاع غزة، بل أصر أن يعود إلى هناك إلى البيوت المدمرة إلى الركام من أجل الصمود هناك، وتنطلق المقاومة من جديد كما قلت أنت من النقطة الصفر. عادت مخيم جباليا إلى الأيام الأولى، عادت كما كانت في الشجاعية،
هنا جن جنون الكيان الصهيوني وبدأ يقصف عشوائيا في كل المناطق. نعم. ونعرف ماذا حدث في منطقة الزيتون وكيف كبد الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي وقيادة الجيش الإسرائيلي. ويجب أن نعود إلى أشياء ربما لا يتعرض عليها الإعلام كثيرا، كيف أن القوى الغربية هي تشارك في المعركة في محور نصرين عندما تم قصف المعبر وإحدى الخيام، عندما سقط فيها 5 جنود إسرائيليين، هما كان الجنرال الخامس هو عبارة عن جنرال إنجليزي بريطاني يشارك من ضمن القوات الخاصة البريطانية التي تشارك وتساعد القوى الإسرائيلية من أجل الذهاب والبحث عن الأنفاق وعن قادة المقاومة المقاومة الفلسطينية. هذه الحرب حرب متواصلة، حرب الحصار والتطويق. نعم، يذهبون إلى الشمال، المقاومة موجودة في الشمال، المقاومة الفلسطينية موجودة أينما وجد الشعب الفلسطيني. نعم. طيب دكتور حسن خاطر، كما أشرت في بداية البرنامج، العمليات أو صمود المقاومة والعمليات النوعية التي شهدناها هذه اليوم، خاصة اليوم الأربعاء، على ماذا تدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لها دلالات عديدة، أهمها أن كل الحديث الذي كان يعني يكرره نتنياهو على مدار الشهور الماضية وأنه سيجد رفح، وأن رفح هذه تعتبر هي المحطة الأخيرة لتصفية المقاومة ولتحقيق الأهداف الإسرائيلية الوهمية التي ما زال يكررها نتنياهو وقادته، في الحقيقة هذا يعني يعطي رسالة بشكل واضح أن المقاومة ليست كما زعم نتنياهو. المقاومة موجودة وبقوة، واستطاعت في الأيام الأولى من اجتياح رفح أن يعني تقدم رسائل لا لبس فيها، بأنها يعني كما بدأت الأيام الأولى من الحرب إلى الآن لم تضعف، لم تتراجع، قادرة على توجيه الضربات، قادرة على إلحاق الخسائر بالاحتلال، قادرة على قصف غلاف غزة، قادرة على يعني القيام بتفاصيل عمليات المقاومة التي بدأت بها قبل 7 شهور ونصف. إذن يعني هذا يعتبر شيء يعني مهم جدا، ودليل على أن الفعل الذي مارسته وتمارسه المقاومة على الأرض هو أكثر بلاغة من الكلام الذي يتحدث به الاحتلال وقادة الاحتلال للإعلام والتهديدات الفارغة، ويعني الكثير من المزاعم التي في كل يوم تسقط وفي كل يوم تبرهن المقاومة على أنها مجرد أكاذيب ومجرد ادعاءات، سواء من سيحكم غزة في اليوم التالي، أن المقاومة انتهت، أن الأهداف توشك أن تتحقق، أن النصر الكامل على وشك أن يعني ينجز كما يقول نتنياهو. كل هذه المزاعم يعني تسقطها المقاومة بنفس الطريقة التي تدمر بها الدبابات وتسقط بها القتلى في وسط الأعداء. فهذا الموضوع كما قلت رسالة قوية للاحتلال ورسالة قوية للشعب الفلسطيني أيضا، أن المقاومة زالت صامدة وقادرة على الفعل وعلى الدفاع عن وجودها وعن الشعب الفلسطيني. وفي نفس الوقت أيضا رسالة للمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، التي ربما بدأت تراهن على أن المقاومة ضعفت وأن يمكن يعني تحقيق أهداف الاحتلال في الأيام القادمة كما كان يقول بايدن في تصريحاته الأخيرة. لذلك يعني هذه كما قلت رسائل قوية لكل هذه الأطراف، أن الأمور ليست كما يزعم الاحتلال، الأمور ذاهبة باتجاه مختلف تماما عن السيناريو الذي يحاول الاحتلال أن يوهم به نفسه ومستوطنيه. الأحداث جاري ذاهبة باتجاه هزيمة كاملة للاحتلال، انتصار كامل للمقاومة للشعب الفلسطيني، لأن المقاومة في النهاية ليست يعني نبتا غريبا عن الشعب الفلسطيني. المقاومة هي أبناء هؤلاء الذين يقتلون، هم أصحاب البيوت التي تدمر، هم أصحاب غزة وأهل غزة. هؤلاء ليسوا مرتزقة، لم يأتوا من هنا وهناك من أجل حفنة من الدولارات كما يعني نقول دائما. هؤلاء هم أبناء هذه الأرض وهم المدافعون عنها، يخرجون من تحت الأنقاض، يواجهون الاحتلال بأشكال وصور لم تخطر على باله على الإطلاق، يصنعون الانتصارات ويصنعون البطولات في نماذج خارقة لم يألفها الإنسان ربما في هذا الزمن الذي نحن فيه. بطولة لا تعتمد على التوازن في القوى العسكرية بقدر ما تعتمد على البأس وعلى الرباط وعلى القدرة على المواجهة وعدم التراجع أو الانهزام أمام هذه القوى العسكرية الغاشمة.
نعم فلهذا السبب يعني ما يجري هو الرسائل مستمرة تكذب وتسقط الرواية الإسرائيلية حتى فيما يتعلق بهذه الحرب وبهذا العدوان الغاشم. نعم طيب بروفيسور حمود صالحي، بعد حوالي 8 أشهر من انطلاق أو من بداية حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، هل كانت تتوقع الإدارة الأمريكية أن المقاومة من الممكن أن تعيد المعركة للنقطة صفر وتدحض السيناريو الذي كان يتحدث عنه بايدن، أو كانت تروج له الحكومة الصهيونية؟ لا، كانت مفاجأة، ولم وأعتقد الإدارة الأمريكية والصهاينة في نفس الوقت أن مسألة الفوز والقضاء حسبهم على حماس كانت مسألة أسابيع وربما الأكثر شهر أو شهرين. كانت كل الاعتقادات تسير في ذلك المنوال، لكن الذي حصلت كل هذه التنبؤات أصبحت مرهونة بالواقع، ففرضت المقاومة الفلسطينية وضعها وانجازاتها على الإدارة الأمريكية أن تواصل. لكن الشيء المهم هو ما يجري أيضا في المجال الإعلامي والسردية الفلسطينية. واليوم ونحن نتذكر النكبة، مصطلح النكبة الذي كان غائبا في عدة عقود أصبح الآن متداولا في عدة جهات، لدرجة أن المؤسسات الصهيونية ذهبت إلى إبعاد والتركيز على عدم استعمال النكبة والتذكير بما يحدث في أكتوبر 7. فبالتالي لم يكن هناك تنبؤ من الجانب الأمريكي في هذا المجال. الجانب الآخر المرتبط للتذكير فقط، قبل 7 أكتوبر كانت الولايات المتحدة تعتقد أن مسألة القضية الفلسطينية انتهت، وكانت بداية أوباما في 1916 عندما بدأ يفكر إلى آسيا، كانت السياسة الخارجية تميل إلى ذلك المجال. مرتبط بهذا أعتقد الولايات المتحدة بناء والدخول في علاقات مع حلفاء جدد تحت مسألة التطبيع وما يعرف بالتطبيع، أبقى أعطى لها نوع من الثقة بأن كل شيء سينتهي في أمر قصير جدا. لذلك التنبؤ كان خاطئا. نعم طيب أستاذ جمال الصافي، ونحن نتحدث عن العمليات النوعية للفصائل المقاومة والعودة إلى النقطة الصفر، أحد ضباط الاحتلال الصهيوني صرح بأن الكيان الصهيوني في حرب تعليمية، هكذا وصفها مع حماس، لأن الأخير يقول غيرت تكتيكات الحرب مؤخرا وباتت تركز أكثر على تفخيخ المباني، وأن العمليات الأخيرة في حي الزيتون والمناطق الأخرى أظهرت أن تقديرات جيش الاحتلال ليست صحيحة فيما يتعلق بالبنية التحتية لحماس، وأن أغلبية الجنود في جيش الاحتلال يعتقدون أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش في جباليا هي عملية عبثية. هل يقر اليوم إذن ضباط الاحتلال أو جيش الاحتلال بشكل كامل بأنه أصبح يتعلم من الفصائل المقاومة في الميدان؟ نعم، ماذا يحصل الآن في غزة هو نتيجة حرب المقاومة الشعبية. هنا هذه الحرب التي تسمى حرب طويلة الأمد أسلوبا، لأننا نتعلم كل يوم، يتعلم المقاتل والمقاوم والموجه، لأن هناك يجب أن نعترف. عندما نرى الفيديوهات ماذا نرى؟ نرى من يقذف، ونرى من يصور، ونرى من يعطي الأمر. يجب أن نعرف هناك مخططين، وعندما يجتمعون نرى الخرائط البسيطة التي يتم تداولها أين يذهب وأين يتحركون. هذه حرب
استفاد منها الفلسطينيين لأنهم خاضوا حروب طويلة، وربما كان هناك تجربة قصيرة لكن للأسف كانت قصيرة في لبنان في 82 في حرب لبنان في أوائل الحرب أول 10 أيام كان انسحاب للفلسطينيين إلى بيروت هناك، لكن وقف أطفال سموهم في ذلك الوقت أطفال الأربيجيه، وهناك استطاعوا أن يدحروا العدو الصهيوني في قلعة شكيف ومرج عيون وغير ذلك، وللأسف اندحر القادة السياسيين للفلسطينيين في ذلك الوقت. لكن هنا في غزة القادة السياسيين القادة العسكريين الميدانيين هم في أرض المعركة. عندما يقول التنسيق واضح بين الفصائل المقاومة في الميدان، هذه الحرب حرب المقاومة الشعب الفلسطيني. لا. واليوم عندما خطب القائد هنية قال هذه حرب الفصائل لا. الفلسطينية، وقال هذا الشعب الفلسطيني شعب موحد. لا. ويجب أن نذكر هنا بالأمس سقط لنا شهيد الرفيق طلال أبو ظريفة، وهو أحد الكوادر التي تربى هنا في الجزائر، كان هنا في جامعة باب الزوار وأستاذ مدرس في الأربع نتيرات في تيزوزو. هذا هو طبيعة المثقف المشتبك، هذا المثقف الذي ذهب له هناك وحاصل على الدكتوراه ومشتبك في أرض المعركة بالسلاح وغيره من فصائل المقاومة، الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي وحماس وكل ذلك. هذه الفصائل التي ارتأت أن الأسلوب الوحيد هو مواجهة هذا العدو الصهيوني، وهنية الآن أشار على كل ذلك. من دون الفصائل لا يوما تالي في غزة. لاحظ الآن أن الاشتباك الكبير الآن أصبح على الساحات العالمية، دخل التحالف العالمي مع الشعب الفلسطيني. صحيح. عندما يقول free فلسطين from the river to the sea، الآن هذه المشكلة الذين يريدون أن يجرموا هذه الكلمة التي مجرد ثلاث كلمات. الآن دخل معنا الفنانين، دخل معنا الإطارات، دخل معنا السياسيين. انظري ماذا يحدث داخل وزارة الخارجية، انظري إلى اليهود التقدميين الذين يقفون أمام قوات القمع الأمريكية التي تذهب لتقتحم الجامعات. 3000 معتقل، ربما 30% منهم يهود. هذا لا يشير له الإعلام الموجه، الإعلام الذي يعتم على الحقائق. هناك تحالف ما بين النخب السياسية، النخب المتنورة التي تريد أن تدافع عن فلسطين وعن الإنسانية ضد الرأسمالية التي سحقت الشعوب، هذه الدول التي ما زالت تضرب الشعوب. ماذا يعمل القائد الفهود السود، القائد الكتيبة الذي قتل أمس في غزة، قتل من صواريخ المقاومة البريطاني، وفي نفس الوقت رئيس الوزراء البريطاني يطلب من الشرطة بقمع المحتجين هناك داخل الجامعات. فبالتالي هذه الحرب أخفقت فيها إسرائيل، لكن هناك جزء يجب أن نتعرض له باعتبار الولايات المتحدة ليست وسيط، الولايات المتحدة داعم أساسي للكيان الصهيوني، وللأسف الأخوة العرب يجب أن لا يكونوا وسطاء. مصر أو قطر، ربما قطر بعيدة لكن مصر الشقيقة كما نقولون، مصر الحدود، مصر 100 مليون التي قالت أن رفح عبارة عن خط أحمر، ومع ذلك دخل الصهاينة لهناك إلى الخط الأحمر ودخلوا إلى فيلادلفيا، ولكن لا حدث، بل العكس نسمع أن هناك تواصلات. فبالتالي هم كانوا يظنون أن إخراج السيناريو نستطيع أن نثبت أن مصر أمام شعبها تقول نحن عملنا الواسطات ولكن لم نخرج بنتيجة، لكن عندما أقحمت القوات الإسرائيلية وانهزمت في غزة الآن بدأ يعلو صوت قليل من المصريين، ويذهبون إلى هناك، إلى ماذا؟ إلى المحكمة الدولية. عندما انتهى الفيلم، عندما جنوب أفريقيا وكولومبيا وغيرهم من الدول البعيدة جاءت لتؤازر الشعب الفلسطيني. نعم، هذه الأنظمة العربية الآن التي يجب أن تقف كما يقولون. يجب أن تقف وتقف بشجاعة وتقول يجب أن تنتهي الحرب، المذبحة على الشعب الفلسطيني. طيب دكتور حسن خاطر، في بداية البرنامج قارنتم بين الفصائل المقاومة وبين جيش الاحتلال ومقدراته العسكرية والدعم بالسلاح والمال، وهناك أيضا حزمة مرتقبة من المساعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما قارنا بين المقدرتين، المفروض من الناحية ربما النظرية أن جيش الاحتلال هو من يتغلب، لكن ما يحصل هو العكس، الفصائل المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر نوعية، خسائر في السلاح وأيضا خسائر في الجنود، ونتابع ذلك بشكل يومي. هل هذا ما يجعل اليوم قادة الاحتلال يتبادلون الاتهامات على الغلن، ولسان حال المجتمع الصهيوني يقول أنتم تتقاذفون الاتهامات والجنود يقتلون على يد الفصائل المقاومة؟
نعم صحيح، هناك فروقات هائلة بين المعسكرين. لا شك أن دولة الاحتلال تمتلك الأسلحة وتمتلك المادة والجانب المادي والمالي، تمتلك دعم العديد من الدول. الولايات المتحدة هي في الحقيقة شريك لإسرائيل وليست مجرد داعم، هي شريك حقيقي وكامل، هي التي تسلح وهي التي تمول وهي التي تستخدم حق الفيتو لتحمي إسرائيل في أمام المؤسسات الدولية وتلغي وتحبط الكثير من القرارات لصالح القضية الفلسطينية، فهي شريك بكل ما تحمل الكلمة من معنى. رغم أن المعادلة بدأت تتغير في داخل المجتمع الأمريكي، كذلك بريطانيا وفرنسا، هذه الدول على المستوى الرسمي هي أيضا تشارك الآن في الحرب على غزة. لذلك غزة ليست لا تستهدف فقط من قبل إسرائيل، وإنما من قبل إسرائيل ومن قبل أعوان إسرائيل وشركائها في العالم، وهذا طبعا شيء خطير وكبير لا شك فيه. ورأينا الأساطيل عندما تحركت في البحر المتوسط وفي المنطقة بشكل عام. ولكن أيضا المقاومة الفلسطينية هي ليست مجموعات من المرتزقة، وهذه حقيقة مهمة، وهي التي تفاجئ الاحتلال وهي التي تخلط الأوراق بشكل كامل، أن هؤلاء الناس وهؤلاء المقاومين في غزة يحرصون على الموت كما يحرص اليهود على الحياة. هؤلاء مستعدون للتضحية بأنفسهم، يقدمون على يعني صور وعلى مواقف حقيقة تحار فيها عقول الخبراء والمختصين العسكريين في العالم. عندما يروا شباب بملابس مدنية وبسيطة جدا يقتحمون هذه الهالة الكبيرة من الرعب المتمثلة في المجنزرات والدبابات والأسلحة والطائرات التي تراقب في الأجواء، يقتحمون كل هذا ويضعون هذه العبوات على المركبة الضخمة التي يعني حجمها في الحقيقة مذهل. وعندما تسير، ونحن هذا الكلام عشناه ونعيش هنا في الضفة الغربية في القدس وفي رام الله وفي كل المدن، هذه المركبة عندما تسير على الشارع يعني من لا يراها من مسافة بعيدة يشعر أن هناك زلزال يتحرك، هناك الأرض كلها تتحرك. هذه الهالة المفزعة والكبيرة يقتحمها هؤلاء المقاتلون بكل يعني شجاعة ويقومون بتدميرها من مسافة صفر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لذلك هذه الروح المعنوية، هذا البأس الكبير في مواصفات المقاتل الفلسطيني والمقاوم في غزة يعني هي التي تخلط المعادلة، هي التي يعني تختصر هذه الفروقات المادية الهائلة وتصنع هذه المعجزات وتصنع هذه النتائج المذهلة التي يراها الجميع ويشاهدها الجميع، والتي أربكت وقطعت الطريق على مخططات الاحتلال وعلى أهداف الاحتلال. لم يستطع الاحتلال أن يحقق أهدافه إلى غاية الآن ولم يستطيع. وبالتالي هو عندما يتحدث عن اليوم التالي في غزة، هذا كلام يعني مضحك حقيقة، هو يدل على أن هناك استهتار كبير بالشعب الفلسطيني، أو هكذا يريد نتنياهو أن يبدو، أنه يعني وكأنه لا يوجد أي شعب أمامه، كأنه لا يوجد أي طرف آخر، هو الذي يريد أن يدمر وأن يقتل، وهو الذي يريد أن يصنع المستقبل للشعب الفلسطيني، وهو الذي يريد أن يحدد من الذي سيحكم الشعب الفلسطيني وكيف يجب أن يحكم الشعب الفلسطيني. هذه الترهات انتهت الآن إلى غير رجعة، من الآن فصاعدا وبعد 7 أكتوبر أعتقد، وكثير من شعوب العالم باتت تعتقد معنا، أنه آن أوان الحرية، وأن ما هو قادم في هذه المرحلة هو لصالح الشعب الفلسطيني وليس لصالح الاحتلال، وأن الموازين بدأت تتغير على الأرض وليس بالكلام وليس في المحافل الدولية التي خدعتنا ويعني جاملت الاحتلال على مدار عقود طويلة من الزمن. اليوم ما يجري في الواقع هو الذي حرك المجتمعات الدولية، حرك الشعوب، غير المعادلة، أوجد فجر هذه التناقضات الموجودة في الشارع الإسرائيلي، أوجد هذه الصراعات بين أقطاب دولة الاحتلال المتمثلة في الجنرالات وفي المناصب الكبيرة. كل هذه الأمور تتفاعل وارتداداتها على الشارع الإسرائيلي أكبر مما يعني يعانيه الشعب الفلسطيني. نحن نعم هناك شهداء وهذا شرف كبير لنا، نحن شعوب يعني تؤمن بأن الشهداء هم المكرمون عند الله سبحانه وتعالى ولهم شأن عظيم، وليس كثيرا على غزة أن يختار الله منها 50,000 شهيد رغم المعاناة ورغم الألم ورغم الدمار، ولكن هذه عقيدة بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية، وننظر نحن إلى شهدائنا نظرة مختلفة عما ينظر إليه الاحتلال. هؤلاء ليسوا خسائر بشرية، هؤلاء هم صفوة هذا الشعب، والمقاومون هم صفوة هذا الشعب. ولذلك
الأمور تتغير، ومستقبل هذا الصراع الآن بدأ ينحسم لصالح هذا الشعب الذي ضحى كثيرا على مدار أكثر من قرن من الزمن، وليس 7 عقود ونصف، قرن من الزمن منذ بداية القرن الماضي، وهناك اضطهاد وقتل حتى في أيام البريطانيين إلى غاية الآن، قرن من الزمن والمجازر المستمرة والقتل المستمر والتهجير مستمر. أنا أتوان أن يقطف هذا الشعب ثمار هذا الصبر الطويل، وأن يعني تشرق أو أن يكون هناك بوادر لإشراقات جديدة في تاريخ هذا الشعب توصله إلى الحرية وإلى الاستقلال كما هو حال الشعوب أو كثير من الشعوب الإنسانية. نعم. طيب بروفيسور حمود الصالحي، في الذكرى 76 للنكبة الكثير من الخبراء والمراقبين يؤكدون أنه اليوم التالي للحرب أو اليوم الموالي للحرب كذبة أو سيناريو أخرجه الاحتلال ووقف هو نفسه على زيفه. لهذا نرى هذه المشادات الكلامية بين القادة السياسيين والقادة العسكريين وأنهم ورطوا نفسهم فعلا في قطاع غزة ولم يعد لهم أو لم يعد هناك مخرج لهذه الورطة. كما ذكر الأستاذ خاضر، ما قامت به المقاومة أصبح أسطورة، وهم يدافعون عن عقيدة وبإيمان وعلى أرض. الإسرائيليين على عكس ذلك، لو لم يكن تكن أجندة نتنياهو في الحسبان، ولو لم تقوم الولايات المتحدة بتقديم جميع المساعدات، لربما لم تكن الحرب أطول مما كانت عليه. نعم. واليوم ما يكتب سواء بوليتيكو أو مراكز الفكر في الولايات المتحدة كلها مجتمعة بأن إسرائيل لا تملك خطة استراتيجية، بل الهدف هو التدمير وتدمير البنية التحتية لغزة، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك لوس أنجلوس تايم التي تحدثت بأن ما التي كتبت في تعليق لها للجريدة بأن إسرائيل دخلت في مرحلة لإعادة الاستيطان في غزة، وأيضا لاستعمال التهجير القسري، وفي كل مناسبة في كلتا الحالتين فإنها فشلت. فمن هذا الجانب عندما يتحدثون عن اليوم ما بعد الغزة، الفكرة في لدى نتنياهو هو خلق وقائع على الميدان وفرضها على المجتمع الدولي، مثل ما فعلت مثلا في النكبة في 1948 بحيث أبعدت جميع 700,000 فلسطيني وبدأت ببناية ما يعرف بالكيبوتس أو المجموعات اليهودية، ومثل ما فعلت بعد 1967 عندما بدأ الاستيطان في الضفة الغربية وعن طريق خلق أحداث في الواقع وفرض هذه الأحداث على 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 الفلسطينيين. وهي الآن فنتنياهو رغم أنه لا يملك فكرة مستقبلا، لكن المخطط واضح بأن أهداف نتنياهو هو إيجاد طريقة لعدم المثول أمام العدل. والجانب الثاني بعد كل هذه الأحداث، كل ما فعله من تدميرات، أصبح يعتقد بأنه يجب أن ينتصر شيئا ما وأن يخرج من هذه المأساة التي خلق لنفسه بنوع من الفوز. وفي كلتا الحالتين الفرق، وإن كانت إسرائيل لا تملك استراتيجية لغزة ما بعد غزة، لكن في الواقع كل ما تقوم
يقوموا فيه يندرج في إطار تدمير غزة ووضع إطار جديد في المنطقة، والذي أفشلها كما ذكر أستاذنا خاضر هو المقاومة والنضال والمساندة الدولية التي نتجت عن ذلك النضال. نعم، ابقى معنا بروفيسور حمود صالحي، ايضا الدكتور حسن خاطر والاستاذ جمال صافي. بعد الفاصل، تهجير تجمعات البدويه في الضفه الغربيه نكبه جديده يقودها المستوطنون. أهلا بكم إلى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. إذن ما تزال عشرات العائلات في تجمعات بدوية بالضفة الغربية المحتلة بلا مأوى بعد أن هجرت مرات عديدة منذ بدء الحرب الصهيونية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والتي تزامنت مع تصعيد تهجير التجمعات البدوية في الضفة الغربية والقرى الصغيرة بهدف تهجير سكانها وإخلاء مناطقهم، بينما لم يفلح منذ عقود مضت في الاستيلاء على تلك المناطق. يسارع الاحتلال الخطى اليوم لجعلها بؤرا استيطانية تمهيدا لشرعنة الاستيطان فيها وضمها للمناطق التي تصنف جيم، أي الخاضعة للسيطرة الأمنية الصهيونية وفقا لاتفاقية أوسلو العام 93-900، في مشاهد تغيد إلى الأذهان مرة أخرى أهداف الاحتلال من نكبة فلسطين العام 48-900. أستاذ جمال صافي، أيضا على غرار قطاع غزة الضفة الغربية هي الأخرى تصارع بشكل يومي، تصارع جيش الاحتلال وأيضا المستوطنين المسلحين الذين يقتحمون البيوت ويحاولون إخراج قاطنيها منها للاستيلاء عليها. نعم، يجب أن نعود إلى بداية تشكيل هذه الحكومة اليمينية ووجود وجوه أمثال بن غفير وسموتريش، عندما منذ عامين وهم يخططون من أجل دعم وتسليح المستوطنين، مع العلم أن المستوطنين هم مسلحون من الأول، هم يملكون في أي وقت يستطيعون أن يملكوا سلاح، لكن هذه اللجمة كانت كبيرة جدا من أجل محاصرة سكان الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، وهذه اللجمة تمت كما نعرف على منطقة الأغوار، وهي منطقة غور الأردن التي تفصل الحدود الفلسطينية تقريبا مع الحدود الأردنية، وهذه مساحات واسعة تقريبا، مع أنها ليست غنية فلاحيا، لكن هم يريدون المنطقة كمساحة عامة، وذهبوا إلى هناك إلى حتى مسافر يطا، واحدة عبارة عن الجبال الهضبية التي ذهب إليها المستوطنين، ورأينا كيف أن أصبح في هؤلاء المستوطنين البيض، يجب أن نعترف أنهم يشابهوا شاكرة المستوطنين البيض في جنوب أفريقيا، لأن من يوجد في الضفة الغربية من المستوطنين هم من الولايات المتحدة ومن بعض الدول الأوروبية، قليل حتى تجدي من الحبشة أو من إثيوبيا أو من بعض الدول أمريكا اللاتينية، هؤلاء تجديهم في شريط الساحل الفلسطيني، هؤلاء هم من العقيدة الصهيونية المتطرفة الذين جاءوا خصيصا إلى هناك تحت مسميات أرض الله شعب الله المختار والأرض الموعودة وما غير ذلك، ومن أجل أن يكونوا رأس في الحربة لدولة إسرائيل، فبالتالي هؤلاء البيض المستوطنين يريدون طرد الفلسطينيين من أراضيهم، وكيف أنهم استولوا على قمم الجبال وتم تسهيل القروض، وهذه القروض بالمناسبة جاءت من اتفاق أوسلو، 10 مليار دولار ضختها الولايات المتحدة الأمريكية عندما وافقت حكومة شامير ورابين في ذلك الوقت لتوقيع اتفاق أوسلو الاستسلامي الذي أدى إلى المهالك التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني، وهذا يجب أن نعترف، لأن الشعب الفلسطيني فقد كل أراضيه في الضفة الغربية في ظل حكومة أو سلطة تدعي أنها تمثل الشعب الفلسطيني. ناهيك الآن عن ماذا يحصل داخل القدس، تم تهجير كل المقدسيين إلى خارج السور، خارج سور القدس، والذهاب بهم إلى محتشدات حول المدينة، إلى محتشدات عبارة تشابه المحتشدات التي كان يبنوها الفرنسيين هنا في الجزائر، فبالتالي هذه الحرب حرب مستمرة، هي حرب حصار وتطويق. يجب أن نعترف الآن أن العدو الإسرائيلي هو نفسه هو في حرب، هو محاصر في كل من كل العالم الآن. لاحظي ماذا يحدث الآن داخل الحدود الإسرائيلية في جنوب لبنان، لاحظي التجارة، الاقتصاد الإسرائيلي الآن، اقتصاد إسرائيلي مهزوم، كيف أن حرب اليمن وشجعان اليمن استطاعوا أن يوقفوا التجارة العالمية والتجارة الكيان الصهيونية بالذات. وول ستريت جورنال تقول الآن أن الاستمرار في حرب الغزة اليوم تقول ذلك، أن يعني أن انهيار
قدرة الجيش الإسرائيلي ولن يستطيع أن ينجح في رفح، وسينهار جيش الاحتياط والاقتصاد الإسرائيلي. لا، أمس أو اليوم تم ضخ مليار دولار، وقبل أسبوع 26 مليار دولار من الأمريكان، ناهيك عن المساعدات التي تتم من الدول الأوروبية. الشعب الفلسطيني يريد أن يستمر في هذه المقاومة، يريد نخب قائمة تشابه النخب التي تقاوم في قطاع غزة. ربما هناك كما رأيت أنت في الأحداث الأخيرة بسالة المقاومة عندما تم الكادر الطبي وعلى رأسهم الشهيد عدنان البرش وغيرهم من الشهداء الأطباء والكادر الصحفي والأكاديميين المشتبكين مع العدو. هؤلاء يعطيك مقاومة باسلة للشعب الفلسطيني في وجه هذا العدوان. ماذا يحدث في الشرق الأوسط الآن؟ يحدث هناك مشروع أمريكي، الأمريكان الآن خائفون جدا، خائفون على هذه المستوطنة الثكنة التي يجب أن تخرج من المنطقة العربية. لاحظ الحكومة الإسرائيلية كلهم بيض ما عدا إيزنكوف، إيزنكوف هو لا يمثل عضو، سموتريش بن غفير المرأة الصهيونية المتطرفة التي تريد أن تضحي حتى بالرهائن الإسرائيليين، هم نفس عقيدة جنوب أفريقيا، يريدون طرد الشعب الفلسطيني. لكن الشعب الفلسطيني صامت مقاوم وسيبقى مقاوم حتى تستطيع دحر الاحتلال بمساعدة الشرفاء في هذا العالم والأحرار. طيب دكتور حسن خاطر، ما هي بآلات تهجير التجمعات البدوية في الضفة الغربية واستغلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع؟ هناك تهجير صامت اليوم. نعم، هناك استهداف كما ذكرتم للتجمعات البدوية الموجودة في الضفة الغربية من أجل ابتلاع كل المساحات يعني الموجودة والتي يقيم عليها هؤلاء البدو. هناك تجمعات في منطقة مسافر يطا في الجنوب، في منطقة الخليل، هناك أيضا تجمعات في منطقة الخان الأحمر شرقي القدس. وموضوع الخان الأحمر موضوع معروف، يعني شهد مقاومة شرسة من قبل يعني الفلسطينيين الذين تصدوا ل القرارات الإسرائيلية وأفشلوا تهجير هؤلاء البدو من هذا المكان، الذي في حال نجاح الاحتلال في تهجيرهم سيؤدي إلى السيطرة على كل المساحة الواقعة بين القدس إلى منطقة الأغوار. يعني هذه مساحة شاسعة جدا ومساحة فارغة تقريبا إلا من هذه التجمعات البدوية الموجودة، البعض منها موجود قبل قيام دولة الاحتلال. فيريدوا إزالة هذه التجمعات حتى وإن أرادوا أن يعطوهم أماكن للسكن في أماكن أخرى وغير ذلك، ولكن الهدف هو الأرض. يعني كيف يستولوا على هذه الأراضي الشاسعة لتحويلها إلى مستوطنة ولتحويلها إلى يعني أماكن لتدريب الجيش الإسرائيلي. وكذلك الحال في الشمال وفي الوسط، منطقة زعترة ومنطقة جنوب نابلس التي يعني توجد فيها مراكز خطرة للمستوطنين. هذه هي من أشرس المستوطنات، منطقة أو مستوطنة هتسار التي يعني يوجد فيها تنظيمات مسلحة، لأن هؤلاء المستوطنين الآن الذين يريدون سيطرة على الأراضي ويريدون تهجير الفلسطينيين هم ليسوا مجرد مستوطنين عاديين، هذه ليست أفعال أشخاص عاديين، هؤلاء منظمين. هناك تنظيم يسمى فتيان التلال وتنظيم آخر يسمى مجموعات تدفيع الثمن، هذه كلها تتبع إلى الوزراء المتطرفين أمثال بن كفير وسموتريتش، وبالتالي هؤلاء لديهم تمويل، لديهم تسليح، قاموا بحرق حوارة قبل فترة إذا تذكرون في يعني بداية الأحداث. فهؤلاء لديهم يعني أهداف محددة تتمثل في إشاعة الرعب في وسط الفلسطين والبلدات الفلسطينية، حرق الممتلكات الفلسطينية من مركبات، قطع الأشجار، أشجار الزيتون على وجه الخصوص، سرقة المواشي وتدمير المزارع الحيوانية وغيرها الموجودة. يعني لديهم أهداف وهم يقومون بالفعل بتنفيذها كما حدث ويحدث في كل هذه المناطق بما فيها ترمس عيا ومنطقة جالود وكل هذه المناطق الموجودة بين رام الله ونابلس. فإذا هناك حملات منظمة ممولة مسلحة من قبل المستوطنين، وقد أدت إلى الآن إلى وقوع عدد كبير من الخسائر يعني على كل المستويات البشرية والمادية. وكما قلت الهدف إثارة الخوف ودفع الناس إلى الهجرة، ولكن كل أبناء شعبنا يدركون هذه الأهداف الخبيثة وبالتالي يتشبثون بأرضهم وبالدفاع عن وجودهم. كان يفترض أن تدافع السلطة يعني الفلسطينية عن هذه البلدات والقرى لأنها مناطق تابعة للسلطة فعليا، ولكن للأسف الاتفاقيات الموجودة والسياسات وبعض يعني وجهات النظر للمسؤولين الموجودين كلها لا تتحمل هذه المسؤولية وتترك الناس
يدافعون عن أنفسهم بما استطاعوا، وهذا من الإشكاليات الكبيرة الموجودة الآن في هذه البلدات، ويعاني منها الناس، حتى أن بعض البلدات شكلت لجان يعني محلية من أجل حراسة هذه البلدات في 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 أوقات الليل على وجه الخصوص من قطعان المستوطنين ومن هذه التنظيمات الخطيرة، يحرسون هذه البلدات بدون أسلحة، وإنما على الأقل بأشخاصهم بالعصي بالوسائل التقليدية، لأننا نحن في نهاية المطاف شعب أعزل بكل ما تحمل كلمة من معنى. فإذا الموضوع هذا موضوع تهجير البدو وتهجير أيضا الفلسطينيين بشكل عام الموجودين في القرى والمدن إذا استطاعوا، هذا يعتبر من الأهداف الاستراتيجية. لهذا السبب ربما لا يعرف كثير من الإخوة المشاهدين الآن أن منذ 7 أكتوبر إلى الآن كل مدن الضفة الغربية بدون استثناء وكل بلدات الضفة الغربية بدون استثناء هي يعني مقفل عليها ببوابات حديدية، ولا يستطيع الناس الخروج من هذه البلدات إلى بلدات أخرى أو من هذه إلى مدن أخرى إلا عبر طرق جبلية وطرق غير صالحة لسير المركبات، ومحدودة جدا هذه الطرق، تجد فيها اكتظاظ كبير، تجد فيها مشاكل كثيرة لأنها أصلا غير صالحة لهذا الغرض، والمدن بشكل عام مقفلة على بعد 20 كيلو أو 30 كيلو متر، لا يستطيع كثير من الناس الوصول إلى هذه المسافات الصغيرة لقضاء حاجاتهم أو يعني تلبية احتياجاتهم اليومية والعادية. فإذا الإرهاب الصهيوني منتشر بشكل كبير في الضفة الغربية، والضفة الغربية تدفع ثمن باهظ على مستوى مصادرة الأراضي، على مستوى استهداف الوجود والممتلكات الأموال، والاحتلال كما قلنا يعني لا يوزع الورود على شعبنا وأهلنا في هذه البلدات والأماكن، وإنما يقتل ويهجر ويهدم ويصادر ويحرق ويخرب، سواء عن طريق الجنود مباشرة أو عن طريق هؤلاء المستوطنين. نعم. طيب بروفيسور حمود صالحي، اليوم الأربعاء جدد السيناتور الجمهوري لينسي غراهام تحريضه وعلى توجيه ضربات أعنف لغزة باستخدام قنابل خارقة للتحصينات. ألا ترون أن هذا يعكس مدى وحشية من يدعو إلى الحرب ويتجاهل بشكل واضح حقوق الإنسان وعدم احترام المقررات الدولية أيضا، ويقر مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار؟ ومع الأسف هذه مواقف ليست جديدة ولكن معروفة منذ عدة عقود. الولايات المتحدة عندما يتحدث الرئيس بايدن بأنه يتخذ بعض الإجراءات ضد إسرائيل، فإنه في الواقع غير صادق، والأكذوبات أو السرديات التي نسمعها من الرئيس جو بايدن ومسؤولين آخرين أمريكيين هما أهدافهم الأساسي اللعب بنغمات الرأي العام الأمريكي، وهم تحت ضغوطات كبرى. لذلك فإن ما يقوله غراهام وقبلهم الشخصيات أخرى الذين ذهبوا إلى أكثر من ذلك، حيث يتحدثون عن استعمال القنابل الذرية ضد الفلسطينيين ويعبرون عن الفلسطينيين بأنهم غير إنسانيين، وكل هذا أصبح طبيعي. المشكلة الأساسية لبعض هذه الآراء أنه بعد أحداث أكتوبر 7 لم تعد مقبولة من الجانب الأمريكي، حيث أصبحت قضية غزة وما يجري في الحرم الجامعي أصبحت شهادات على أن الشعب الأمريكي والرأي العام الأمريكي بصورة خاصة لم يعد يقبل هذه السرديات، ويتساءل اليوم بالفعل أين تذهب من أي، لماذا نواصل في مساندة إسرائيل ونستمع ونستعمل أموال المواطن الأمريكي لإبادة الشعب الفلسطيني. فهذا الموقف غراهام، وحتى عندما نتحدث عن مواقف أخرى، فعندما تقف الولايات المتحدة أو بعض الرؤساء ضد إسرائيل فإن إسرائيل تجني أكثر من ذلك. السبيل الواضح، القبة الحديدية التي تستعمل اليوم في
الدفاع عن إسرائيل ممولة من مخازن أمريكية. الطائرات التي تستعمل في إبادة الشعب الفلسطيني من صنع أمريكي. حوالي بعد أكتوبر 7 الولايات المتحدة أمضت أكثر من 100 اتفاقية مع إسرائيل كلها مساندة لإبادتها للشعب الفلسطيني، والقانون الأمريكي ضد كل هذا. لكن اللوبي الصهيوني استطاع أن يخلق آلات للدفاع عن حقه. فمثلا في ظل ما نرى من تحركات طلابية يومية مساندة للقضية الفلسطينية، فإن اللوبي الصهيوني استطاع على سبيل المثال بتشريع قانون يبطل أي مقاطعة لبضائع الإسرائيلية داخل الولايات. هناك 32 ولاية تستعمل حقها الولائي ضد أي مواقف تستعمل ضد إسرائيل. فجراهام فقط مثال للموقف الأمريكي، ليس أكثر ولا أقل. نعم. طيب أستاذ جمال صافي، حتى نختم الملف وغدد اليوم من البرنامج، إسماعيل هنية خرج اليوم ليؤكد أن الاحتلال كان رده على موافقة حركة حماس على المقترح، خرج ليقتحم مدينة رفح. إذن هناك طريق مسدود في المفاوضات، ما الذي سيعكسه هذا أو ما الذي سيترتب عليه هذا؟ نعم، يجب أن نعترف أن إسرائيل ونتنياهو بالذات دائما يمارس سياسة الهروب إلى الأمام، فهو رفض هذه الهدنة وذهب إلى هناك إلى رفح على اعتقاد أنه يستطيع أن يحسم الموقف، أن يحصل على هدف ولو رمزي. لكن كما رأينا اليوم المروحيات تنقل الجرحى والقتل الإسرائيليين، هذا الشيء الذي اعترفت فيه كل القنوات التلفزة الإسرائيلية، هذا الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية والصحف الأمريكية الآن بدأت تقول عننا أن يجب أن توقف هذه الحرب، لأن هذا يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط الإسرائيلي، انهيار السمعة التي تم 75 سنة وهم يقولون هذا الجيش الذي يقهر وقهر في 7 أكتوبر. هذه السياسة، وكما قال هنية، من يحدد اليوم التالي؟ اليوم التالي الذي اخترعه بلينكن على فكرة، ليس الإسرائيليين. الإسرائيليين عندما دخلوا الحرب دخلوا الحرب من أجل الانتقام، وكانوا يظنون خلال 15 يوم يستطيعون أن يحسموا المعركة، وحتى الأمريكان كانوا يظنون ذلك، لأن بلينكن كان يقول أن الحرب ستنتهي في جونفي 2024، في شهر 1 2024، ولم تنتهي، وقال المرحلة الأولى وقال المرحلة الثالثة، وهذه حرب استنزاف طويلة. ولو يبقى الجيش الإسرائيلي كما تقول الصحف الأمريكية، هذه حرب ستستمر إلى ما لا نهاية. هذا التعليق اليوم الذي جاء اليوم على لسان أكبر قادة المحللين الاستراتيجيين الأمريكان، منهم توماس فريدمان وغيرهم من ذلك. الجيش الإسرائيلي الآن جيش مربك منهزم، الحكومة الإسرائيلية منهزمة، لكن كما قال هنية الفصائل الفلسطينية الموحدة هي التي تستطيع أن تتوحد، وتحاجة إلى دعم. ماذا دعم؟ دعم هذه الحدود يجب أن تفتح، يجب أن لا تبقى القضية الفلسطينية منعزلة ما بين مقاومة وما بين جيش إسرائيلي مدعوم أمريكيا وفرنسيا وبريطانيا وغير ذلك من الدول. نعم هناك كما رأيت أنت هناك دعم من الساحات، انفجرت الساحات في العالم أمس أو أول أمس، لكن هذا لا يكفي. هذه المقاطعات التي تتم ضد الكيان داخل وزارة الخارجية الأمريكية، قبل قليل إحدى الموظفات اليهودية الديانة التي رفضت واستقالت نتيجة الإبادة، هناك يصيحون يجب أن نوقف الإبادة، لكن الشعب العربي أين؟ الحكومات العربية أين التي تشارك في هذه المهزلة؟ اليوم سيتم عقد قمة عربية غدا، أين؟ في المنامة. طيب باختصار، ما رأيكم في من يدعو إلى قوات حفظ السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة كحل؟ هذه تجربة لن تنجح، هذا ماذا يطرح الأمريكان الآن من أجل تخليص الكيان من مأزقه. يجب أن نعترف أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قوة الدعم التي حازت عليها مصر في 73 عندما وقفت الجزائر والعراق وكل الدول ودعمت حرب أكتوبر. الشعب الفلسطيني وحده لا يستطيع، بحاجة للدعم، لا إلى الخيانة ولا إلى الجمود ولا إلى التسوق مع المشاريع الأمريكية. شكرا جزيلا لكم الأستاذ جمال صافي المحلل السياسي، شكرا على مشاركتنا نقاش. أشكر أيضا من القدس الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، ومن كاليفورنيا البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لكم جميعا على مشاركتنا النقاش الليلة، أترككم بألف خير، في أمان الله.